في نوع اخر من البروبورشنال فالف بنسميه السولينويد بينش فالف، ده بيبقى عباره عن بيسكلي الفالف نفسه ما بيبقاش ان كونتاكت مع الغاز اللي المفروض هو بيعمل عليه كنترول. يعني اكشوالي اللي بيحصل اللي بيبقى فيه عندي تيوب، هي دي اللي بيسكلي هو بيعمل لها بينشنج زي ما انتم شايفين كده هنا، بيعمل بيبقى فيه عنده هنا حاجه زي يعني في بيس هنا موجوده، والبيس دي كل ما انا اضغطها كل ما بتضغط على الفلو بحيث انها يبقى شكلها بالمنظر، كل ما اضغط عليها اكتر كل ما الفلو بقى ريستريكتد اكتر، كل ما بيسكلي الفلو بقى اقل. طبعا الكلام ده بيبقى مفيد جدا الحقيقه، ان ما فيش كونتاكت خالص مع الاير مع اللي هو الخارج، وبالتالي ما فيش اي احتياج للاستريلايزيشن للفالف ده خالص. طبعا ده له بارتيكولر ابلكيشن في الاكسبيريشن، يعني في الاكسبيراتوري فالف. الاكسبيراتوري فالف طبعا بيبقى جاي من البيشنت، الاكسبيراتوري فالف ما بيبقاش عندنا فيه مشكله لان الهواء ده بيبقى جاي من خارج البيشنت وبيروح للبيشنت، ما بيسمحش لان الهواء يرجع من البيشنت للجزء بتاع الانسبيريشن او الانسبيراتوري ليمب، فبالتالي ما فيش مشكله وما فيش احتياج عندنا للجزء بتاع الاستريلايزيشن في الانسبيراتوري فالف. بالنسبه للاكسبيراتوري فالف ده مشكله لان هو جاي من البيشنت. لو احنا عملناها بالشكل ده، لو احنا صممناها بالشكل اللي هو فيه سولينويد بينش فالف، يبقى في الحاله دي مجرد بس التيوب اللي موجوده دي اللي هي جايه من البيشنت بتتغير كل بيشنت وخلاص. يعني لما البيشنت يتغير يبقى التيوب دي نفسها بتتغير وخلاص، وذاتس ات، ونفس الفالف بيشتغل من غير احتياج للستيريلايزيشن اصلا. فطبعا بيبقى ميزه كبيره ان هو بيعمل يعني كنترول على الكروس انفكشن.